السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور ميلان عبد الغني، مدرسكم لمسار سي اس 342 مادة النظرية الاحتسابية. إن شاء الله اليوم بدنا نبلش بالوحدة الرابعة اللي بتحكي عن الـ Properties of Regular Languages. هنحكي في البداية إيش هي Regular Language، بعدين هنشرح الـ Properties تاعونها، وفي نهاية المادة المقررة ضمن الشابتر هذا هنحكي عن الـ Not Regular Languages، الـ Irregular Languages. بالشابتر هذا مطلوب مني تقريبا، خلينا نحكي من سلايد 1 لسلايد 16، اللي بعد سلايد 16 ان شاء الله بناخذه بعد الوحده ايش الخامسه او السادسه ان شاء الله حسب تطور الاوضاع مع ان شاء الله. هسه بنبلش بهالوحده كلوجر بروبرتيز اوف ريجولار لانجويجز. طب شو الريجولار لانجويج؟ شو اللانجويج اللي بنحكي عنها ريجولار؟ بقول لك ا لانجويج ال اوفر ان الفابيت سيجما is regular if it اي language ال بنعتبرها ايش؟ بنعتبرها regular اذا ايش؟ اذا بنقدر نكتب regular expression الها طبعا باستخدام السيجما تاعت اللانجوج، او نقدر نرسم ايش؟ ها دي اف اي او ان اف اي او ان اف اي ابسلون الها. يعني اذا جيت قلت لك هذا ايش؟ هاي اللانجوج regular ولا مش regular؟ اذا قدرت تكتب regular expression الها بتكون regular. إذا قدرت ترسم إلها دي اف اي او ان اف اي او ان اف اي اي ابسلون ترسم اي ستيت دياجرام إلها خلص ريجولار. تمام؟ اوكي، في مرحلة أخرى حنعرف إنه ريجولار لانجوج كمان هي ايش؟ اللانجوج اللي بنقدر ايش؟ نولدها باستخدام ريجولار جرامر. هذا حيكون موضوعنا بالوحدة الخامسة، عشان هيك في بعض المواضيع في الوحدة هاي حسب السيلبس حنأجلها لمتى؟ لا بعد الوحدة الخامسة أو حتى السادسة. اوكي طلعوا لي على شكل هذا مهمه، بحكي لي عن ستاندرد بريزنتيشن للريجولار لانجويج. بقول لك اذا عندك ريجولار اكسبريشن هذا بامكانك تعبر عنه ايش او ترسم له ان اف اي او دي اف اي. اذا رسمت له دي اف اي بتقدر تحولها ان اف اي، او ان اف اي بتقدر تحولها لدي اف اي. بنفس الوقت هذا كله على بعضه بنسميه فاينات اوتوميتا. الفاينات اوتوميتا بامكانها تحولها للريجولار اكسبريشن. الفاينات اوتوميتا هون امكان ايش نكتب لها regular grammar او regular grammar بمكان ايش ناخذ منه نسوي extraction ايش لان اف اي او دي اف اي منه. لاحظوا regular expression بوصف لي regular language. الفاينات اوتوميتا بمختلف انواعها ان اف اي دي اف اي ان اف اي ابسلون او ابسلون ان اف اي، هاي تقبل كلمه كي ضمن اللغه او بتسوي لها ايش reject. تذكروا هذا الحكي. الريجولار جرامر اللي هو هوت توبك حيكون موضوعنا ضمن ايش الوحده الخامسه والوحده السادسه، مهم جدا. الريجولار جرامر بيسوي لي ايش جينيريتنج لريجولار لانجويج. اوكي طيب هذا الشكل مهم لازم تعرفه على اساس تعرف تمشي في الماده. هسا شو الكلوجر بروبرتيز اللي بهموني؟ طبعا انا بحكي لكم عن الكلوجر بروبرتيز، هاي شغله موجوده ضمن السيلبس ومهمه. لما نوصل عند كل سلايد بدي اقول لك شو المطلوب منك انت كطالب على اساس تعرف تقرا عن الماده. اوكي بيجي بقول لك هون بكل اختصار اذا عندنا لغتين ها الواحد والاثنين وهذول اللغتين كانوا ريجولار، يعني بامكاني امثلهم باستخدام فاينت اوتوميتا، بامكاني اكتبهم ريجولار اكسبريشن، بامكاني اكتب لهم جرامر زي ما حنشوف فيما بعد. فاتحاد هاللغتين الواحد والواحد والاثنين بكون ايش؟ شو بولد لي ريجولار؟ بولد لي ايش؟ بولد لي لغه ثالثه عباره عن ريجولار لانجويج. تقاطعهم الكونكاتينيشن الكلين ستار لهم كلين كلوجر اللي هون كي لال ستار برضو ايش ريجولر ايش برضو ريجولر لانجويج. الواحد كومبلمنت الكومبلمنت لال واحد او الاثنين برضو ايش عباره عن ريجولر لانجويج. هاي الامور مرت علينا بالوحده الاولى، برجع باكد لك عليها انه هاي الامور قائمه على ايش؟ قائمه على اللغات. اوكي وبدنا نعرفها وبدنا نتمكن منها. قوانينها هاي شايفها، هاي القوانين بدك تفهمها بدك تحفظها، سوي اللي بدك اياه. انا من جهتي بفهمها، انت بدك تفهمها او بدك تحفظها بعدين تفهمها شغله بترجع لك، بس انا دائما بطالب الطالب انه يفهم مش يحفظ. طيب الكلوجر بروبرتيز هاي الاثباتات، هسه صرنا بسلايد خمسه، الاثباتات اللي منه هاي بدي اياك تعرفها. اثبات مثلا انك تثبت الريجولار لانجويج كلوز اندر ايش كومبليت منشن under ايش complement operator. يعني اذا عندي ايش اذا عندي language ايش regular over sigma
الكومبلمنت تاعها ايش ماله؟ برضه ريجولار اوفر سيجما. تمام؟ لاحظوا ال از ريجولار لانجوج اوفر سيجما، ذن الكومبلمنت سيجما ديفرنس ال از ريجولار لانجوج. تمام؟ يعني هاي سيجما ستار بتمثل لي ايش؟ اول بوسيبل ايش؟ وورد من ايش؟ من ال. الكومبلمنت تاعها شو بده يكون؟ ها؟ بيكون سيجما ستار ايش؟ ناقص ال. كيف بدنا نثبتها هاي؟ قبل ما نيجي نثبتها وقبل ما تعرف شو المطلوب منك، طلعنا على الشكل هذا. لو جيت قلت لك عندك السيجما ايش؟ A و B. ايش السيجما عندنا؟ A و B. لو جيت قلت لك اكتب لي اللغة اللي بتعبر عن التالي even number of A's، يعني الكلمات اللي موجودة في هاللغة فيها عدد الايش A زوجي. جيت رسمت لي الشكل هذا، قلت لي ببدأ بحالة بدائية. اوكي، اذا ايش؟ اذا اجاني بيز بقدر اقبلهم قد ما بدي لانه ما في عليهم ريستركشن. اذا اجاني A بكون مشيت بالطريق الصح. اجاني اخرى A صار عددهم 2، الوضع تمام سليم. واحد بيجي بيقول لي ليش انت حاط هون من البدايه ايش هون فاينل ستيت؟ لانه لو كان ما في ولا A يا شباب بكون عددهم زوجي برضه. وفي مرحله لاحقه كل ما اولد 2 A's حيضل العدد ايش؟ زوجي. عشان هيك حطيت هنا ايش؟ بي ستار. هنا هاي بتمثل لي ايش؟ ضمان انه عدد الاي يكون زوجي. وهنا هاي بتمثل لي ايش؟ البي ستار. لاحظوا هنا اذا جبت اي هون بقدر احط قد ما بدي بي، بس اذا بدي اياها تكون اكسبتد لازم تيجي اي تخليها زوجي. جبت اخرى اي جيب قد ما بدك بي، بس لازم تجيب اخرى اي عشان نسويهن زوجي عشان تكون مقبوله. تمام؟ تمام. هذا مش هدفي، هذا شرحت لك اياه هيك، بس هدفي اقول لك لو هاي اخذنا الكومبلمنت لها كيف بناخذ الكومبلمنت لها؟ الفاينل ستيت بنسويها نون فاينل. النون فاينل شو بنسوي هون؟ بنسويها فاينل. اوكي؟ اذا بصير هاي هون هاي الستيت دايجرام للدي اف اي هذا بيقبل الاود نمبر اوف ايز. اوكي؟ لاحظوا هاي هذا الكومبلمنت لها، هذا بيعبر عن لانجوج ثاني غير عنها، بيعبر عن ال2. هون ال1 وال2. لو جيت قلت لك الكومبلمنت لال واحد شو بساوي؟ بتقول لي ال اثنين. لو قلت لك الكومبلمنت لال اثنين شو بساوي؟ بتقول لي ال واحد. لو اخذنا الكومبلمنت لهاي ترجع ايش عندنا؟ ترجع عندنا برضه هاي. تمام؟ ان شاء الله تكون الفكره هاي واضحه بالنسبه لكم. اوكي؟ اذا من هاي شو باجي بحكي؟ طلعوا رجعت سلايد لورا. اذا كانت ال ريجولار لانجوج اذا بقدر ارسم لها دي اف اي. هاي ريجولار لانجوج بقدر ارسم لها دي اف اي. طيب بقول لك اذا عندنا لغه ريجولار لانجوج اذا في لها دي اف اي، شو سمينا دي اف اي لها؟ ام بوصف لي اللانجوج اللي اسمها ال. اذا بالتالي بامكاننا ايش نرسم؟ كومبلمنت لايش؟ لها دي اف اي. ها هذا الستيت دياجرام للدي اف اي، بنقدر نرسم كومبلمنت له تعكس الفاينل والنون فاينل. تمام؟ من هنا جينا حكينا لك لاحظوا اذا كلامنا هذا صح ايش يعني هذا؟ انه اذا عندنا لانجويج ورسمنا لها دي اف اي وجبنا ايش؟ جبنا كومبلمنت للدي اف اي، فبالتالي ايش هاي اللانجويج؟ اللانجويج هاي ايش؟ كومبلمنت. اللانجويج هاي ريجولر. اذا اي كومبلمنت للانجويج ريجولر. ليش؟ لانه طلعوا عندنا لانجويج ال رسمنا لها دي اف اي، اذا اخذت الكومبلمنت للدي اف اي بطريقه مباشره فاينل حولته لنون فاينل ونون فاينل حولته لفاينل بيطلع عندك دي اف اي. ما دام قدرت ترسم دي اف اي اذا اللانجوج اللي بتعبر عن دي اف اي هذا اللي رسمته برضه بيعبر عن ريجولار لانجوج. هي حط لك مثال هنا اخر. اوكي، عندنا لانجوج اسمها ال3 بتعبر لي عن ايش؟ اي شيء بيبدا بايش؟ بايه، يعني الكلمات المقبوله لازم تبدا بايه. اذا اخذت الكومبلمنت تاعها بصير الكلمات اللي ايش ما بتبدا بايه. اذا عندي لانجوج رسمت لها دي اف اي، الكومبلمنت لايش؟ لها دي اف اي، بيولد لي لانجوج عباره عن الكومبلمنت لللانجوج الاصلي، يعني ال3 الكومبلمنت لها ال4، ال1 الكومبلمنت لها ال2. تمام؟ طب اذا بدي اسوي اثبات للشغله هاي بشكل رسمي، بدي اثبت انه اذا عندي لانجوج ريجولار الكومبلمنت تاعها برضه ايش؟ الكومبلمنت لللانجوج ريجولار. كيف بدي اثبتها؟ دائما لما نيجي نثبت بنبدا بايش؟ للكلوجر بروبرتيز. اذا بدنا نثبت ايش؟ بالترتيب نيجي بنبدا بشغله. نفترض انه عندنا ايش مثلا 2 دي اف اي. اوكي، ومن هنا بنكمل او بنستخدم خواص
الكلوجر بروبرتيز الاخرى في اثبات ايش كلوجر بروبرتي اخرى. هذا كله حنشوفه ان شاء الله. هنا بدي افرض ان عندي ام 1 وام 2. ام 1 عباره عن ايش هنا؟ دي اف اي. شو اللغه اللي بتقبلها دي اف اي من اليوم وطالع؟ اذا عندي ام 1 بالطريقه هاي او ام او اكس، اللغه اللي بتقبلها بتكون ال الام 1 ال الام ال الاكس. اذا جيت قلت لك هاي خذ لي الكومبلمنت لها، نفس الشيء حيكون الكيو نفسها، سيجما نفسها، ترانزيشن تيبل نفسه، الستارت ستيت نفسها. بس ايش الكومبلمنت؟ شو اللي بخليني احكم انه هاي شغله كومبلمنت؟ الايش الفاينل بصير نون فاينل، اوكي، والنون فاينل بصير فاينل. فعشان هيك باجي بحكي انه الفاينل ستيت هون بالكومبلمنت ام 2 عباره عن كيو ناقص اف. هاي اي دي اف اي بتقبل لغه، اذا باجي بحكي ام 2 هاي اللغه اللي بتقبلها ام 2. لاحظوا بقول لك obviously both languages are regular. ليش؟ لاحظوا ليش both languages regular؟ ما دام قدرت تمثلهم بدي اف اي اذا خلص regular. اذا خلص ايش؟ regular. نقطة انتهى. اذا قدرت امثل شغلي بدي اف اي انتهى regular. يعني انا بالنسبة لي لو حكيت لي الشغلتين هذول وحكيت لي obviously both languages are regular خلص. ليش؟ لانك عبرت عنهم ايش؟ ايش؟ بتو دي اف اي وخلص. بس اذا بدنا نتعمق اكثر من هيك، متى بكون عندي كلمه مقبوله هون ومتى بكون عندي كلمه مقبوله هون؟ اذا جيت قلت لك السترينج ايش دبليو بنتمي الى ايش؟ لسيجما ستار. متى بكون هذا مقبول يا شباب؟ اذا ايش؟ اذا بلشت من كيو نود، لاحظ حكيت بنتمي لسيجما ستار، ماشي؟ اذا بلشت بكيو نود والسترينج هذا سويت له بارسينج، سويت له ايش؟ ايش؟ عمليه ايش؟ بارسينج، وطلع عندي ايش الجواب؟ بنتهي فاينل ستيت. تمام؟ لاحظوا سيجما ستار كيو نود فاصل دبليو لازم تكون ايش؟ تنتهي بنون فاينل ستيت. اذا انتهت الفاينل ستيت مقبول، اذا ما انتهت الفاينل ستيت ايش بكون؟ مش مقبول. تمام؟ هسا هون الدبليو بتنتمي لسيجما ستار. لاحظوا لما حكينا عن اللانجوج والكومبلمنت تعيتها، هاي اللانجوج ايش؟ شو لغتها مثلا؟ سيجما. هاي اللانجوج المقبول فيها بتكون سيجما ستار ناقص ال. لو جينا هون مره ثانيه W بتنتمي لسيجما ستار. اذا سوينا ايش الها؟ ايش؟ اكستندد ترانزيشن فانكشن او خلينا نحكي باكسنج، وانتهينا بنون فاينل ستيت. اوكي؟ انتهينا ايش؟ بنون فاينل ستيت. هذا شو معناه؟ انه الكلمه وين بتقع هاي؟ في الحيز تاع الكومبلمنت تاع اللانجوج. اذا من هون بنستنتج انه الام 2 بتكافئ ايش؟ الام 1. تمام؟ الام 2 بتكافئ الام 1. هذا كاتب لك اياه بس اتصور انه غلط. هون لازم تكون الكومبلمنت تحت هون. اوكي، مش كل شيء بدنا نقراه بدنا نسلم فيه، لانه هون اف وكيو ناقص اف هاي متممه هاي. اذا من هون بنحكي اذا الكلمتين ضبطن هون، هذا انتهى بالفاينل وهذا بنتهى بالكيو ناقص اف. اذا ايش هذول؟ اثنيناتهم ايش؟ اثنيناتهم ايش؟ بكافئوا بعض. اللانجوج لام 2 بتكافئ اللانجوج للمتمم، هذا اللي حكيته قبل شوي. هاي الواحد هنا طلعت منها الدي اف اي، هذا اخذت الكومبلمنت له هون، طلعت اللانجوج لهذا، هذا اللانجوج تاعته بعرفها. شو جيت استنتجت؟ الواحد كي شو شو اذا اخذت الكومبلمنت لها بطلع عندي ال 2. طب ال 2 لو اخذت الكومبلمنت لها بتكافئ الواحد. عشان هيك جيت قلت لك اللانجوج لام 2 بتكافئ ايش؟ اللانجوج لام 1 ايش؟ كومبلمنت. اوكي؟ طيب طبعا انا بالنسبه لي الاثبات بينتهي لما قلت لي let ولت obviously both languages are regular languages، لانه كان المطلوب مني ايش؟ prove that regular languages are close under complementation. يعني اذا كان عندي ال regular language over sigma، ال ايش؟ ها ال complement ايش؟ ايش مالها؟ عباره عن regular language. اوكي؟ طيب بقول لك are regular language close under restriction، هذا برضو بروف لازم تدرسه. اوكي، اذا كان عندي ايش؟ ريجولار لانجويجز الواحد وال2 وكان هذول ايش؟ ريجولار، هل الانترسكشن تاعهم ريجولار؟ هذا معنى السؤال اللي هون. كل اختصار طلع كيف خطوات الاثبات. هاي رجاء خطوات الاثبات حاول افهمها. ليش؟ تستفيد منها قوانين، تستفيد منها ايش؟ قوانين بجوز تستخدمها بالمستقبل بشغلات اخرى. بس الاثبات هذا بحد ذاته مطلوب منا، مطلوب منا ايش يا شباب؟ مطلوب منا نعرفه. طلعوا هسه باختصار بقول لك since regular languages are closed under union،
and complementation. هسا بدنا نستخدم مش زي سؤال هذاك بدنا نستخدم closure properties موجود عندنا بالregular language عشان نثبت ايش closure property اخرى يعني بدنا نستخدم union والcomplement عشان نثبت ايش الintersection انه close اوكي نيجي بنقول لك كالتالي اوكي الواحد والاثنين regular languages طب لو اخذنا الcomplement لكل واحد فيهم برضه بده يطلع regular language اوكي اذا سوينا اتحاد بيناتهم الواحد ايش كومبلمنت اتحاد الاثنين كومبلمنت برضه ريجرال لانجوج اذا اخذت الكومبلمنت للناتج للجواب هذا برضه ريجرال لانجوج خلينا هسه نطبق دي مورغان لو يعني بدنا نوزع الكومبلمنت على كل وحده هسه كومبلمنت مع كومبلمنت رجعت الواحد كومبلمنت على الاتحاد شو بتصير تقاطع كومبلمنت على الكومبلمنت شو بدها تصير الاثنين اذا بالتالي من خلال ايش اليونيون ومن خلال ايش الكومبلمنت اثبتنا انه الواحد تقاطع الاثنين ايش عباره عن ايش عباره عن ريجولار لانجويج هذا بدك تفهمه بدك تتبع السؤال هذا بالبدايه حاول تتبع لخطوات الحل شوي شوي بتستوعب ايش المطلوب منك ان شاء الله اوكي الاثباتات اللي بتهمني ان شاء الله فيما بعد الاثباتات اللي بنستخدم فيها البامبنج ليما شو بنستخدم فيها البامبنج ليما اللي حناخذها ان شاء الله على الغالب بعد الوحدة الخامسة أو السادسة خلينا على التهيئة يسير إن شاء الله اوكي هسا regular language close under difference لاحظ الواحد ناقص الاثنين هل هي ايش regular language يعني إذا كان عندي الواحد والاثنين regular language هل difference بيناتهم regular language كل اختصار أنا بكون حافظ قاعدة معينة رياضية اوكي بالست ثيوري الواحد ناقص الاثنين مش بتكافئ الواحد تقاطع الاثنين كومبلمنت هاي وين موجودة؟ وين أخذناها؟ بالوحدة الأولى. أنا بعرف إنه إيش؟ ها؟ الكومبلمنت للانجوج إيش؟ ريجولار لانجوج، والواحد أنا مفترض إنها ريجولار لانجوج، والإنترسكشن أنا بعرف إنها كومبلمنت، بعرف إنها إيش؟ ريجولار، يعني الواحد تقاطع الاثنين كومبلمنت برضو إيش؟ ريجولار لانجوج، إذا بالتالي خلص أثبت إنه الديفرنس إيش مالها؟ ها؟ إنها ريجولار لانجوج، إنه اللغة اللي بتطلع عن difference to two languages عبارة عن regular كمان اوكي هاي القاعدة بدنا ايش نحفظها اوكي اساس نقدر نشتغل عليها ما بحكي عن الاثبات بس هاي القاعدة بجوز نحتاجها لقدام ان شاء الله اوكي هسا اذا كان عندي ال وام وان عبارة عن regular expression which of the following are correct يعني لو جيت بالامتحان قلت لك ال وام وان regular expression طب اللغات المقابلة لهم regular ولا مش regular تيجي بتقول لي يا دكتور ما انت حكيت لنا اي لغه بامكان اكتب لها ريجولار اكسبريشن شو مالها بتكون؟ بتكون ريجولار لانجوج طب اذا اعطيتك دي اف اي رسمت لك دي اف اي بالامتحان وقلت لك عبر لي عنه بريجولار اكسبريشن اوكي وعشان تثبت لي انه ايش؟ انه ريجولار لانجوج تيجي تقول لي ما دام انت رسمت له دي اف اي ما في داعي ارسم ايش او اكتب ايش ريجولار اكسبريشن عشان اثبت انه ايش؟ انه ايش؟ انه ريجولار انه اللغه المقاطعه له او بتقابله عباره عن ريجولار لا هسه الكوميونيتيف رول قانون التبادلي ريجولار اكسبريشن اتحاد ريجولار اكسبريشن ال اتحاد ام بتساوي ايش ام اتحاد ال ليش شو معناها هاي خافوش حناخذه هاي مرحله تاسيسيه اذا عندنا تو لانجويجز تو لانجويجز اذا وحدنا بيناتهم من اليمين او اليسار او اليسار لليمين كل واحد هذا حناخذه لقدام ان شاء الله بس بالكونكاتينيشن لا اذا وحدنا بين لغتين من اليسار لليمين غير عن اليمين اليسار هاي اللي معلم لك عليها بالاحمر ايش مالها؟ هاي خطا هاي القاعده صحيحه هاي القاعده اللي معلم عليها بالاحمر هاي ايش مالها؟ نكتب عندها ايش هاي؟ انها ايش؟ روك تمام؟ في عندنا الاسوشيتيف رولز اوكي قوانين الارتباط طلعوا الاتحاد ام اتحاد ان اوكي هسه اذا الاقواس وزعناها يعني الاقواس جبناها مثلا على الام والان يعني وحدنا الام والان قبل ما نوحد ال مع الام مش فارقه وحدت هاي مع هاي وهاي مع هاي قبل ما هاي ما دام كل عمليه اتحاد ايش؟ كل واحد زي لما تحكي 5 زائد 3 زائد 4 اوكي 5 زائد 3 زائد 4 من اي عمليه زائد بلشت؟ حكيت 5 زائد 3 بعدين زائد 4 او حكيت 3 زائد 4 بعدين ال 5 الناتج 1 لو حكيت ال 5 وال 3 بعدين ال 4 جمعتها للناتج نفس الجواب ها هسه ال ام ان بتساوي ال ام ان طلعوا
هاي عملية يعني توزيع أقواس، ما دام ال أم أن، ال أم أن ما عندي مشكلة، يعني سوي لك كونتينيشن للال والأم بعدين مع الأن، ما دام ماشي يسار واحد. هنا سويت للأم والأن كونتينيشن يسار يمين، وهون جبت الال، ما دام الال دائما أول آخر حتكون بالبداية والأم الثانية، أوكي، والأن الثالثة ما عندي مشكلة. هذا كله وين مر علينا بالوحدة الأولى يا شباب زي ما بتتذكروا. left distribution rules، شو الرولز اللي بنحكي عنهم هنا؟ طلعوا هنا بقول لك which of the following are ايش؟ are correct. لاحظوا ال ام اتحاد ان، هسا ال concatenated مع ام، اتحاد ال concatenated مع ام، اذا هنا تتوزع ايش؟ ال concatenation بتتوزع، بصير ال اتحاد ام، بصير ال ام اتحاد ايش؟ ال ان. طب لو كان عندنا اتحاد وكان عندنا concatenation هون، بصير نوزع الاتحاد على الكونكاتينيشن؟ لا يجوز، هذا لا يكافئ الاتحاد ام، ها ايش كونكاتينيت الاتحاد ام، هاي بدنا نعرفها. لو جيت بالامتحان اقول لك اثبت لي انها غلط، تعطي لي بس كاونتر اكزامبل عليها، تعطيني مثال، تعطيني كاونتر اكزامبل عليها. ليش مش هحكي عنه هذا؟ لانه ناقشناه بالوحده ايش؟ بالوحده الاولى ان شاء الله. الرايت ايش؟ ديستريبيوتيف رولز. طلعوا يا شباب ام اتحاد ان ال، هسا طلعوا هسا ام، ها ام تيجي مع الان، اتحاد ايش؟ ان مع الان، خلص ما عندي مشكله. ما انت لو وحدتهم هذول بدك ايش؟ ايش بعد ما توحدهم ودخل الال عليهم؟ فنفس المبدا، ناخذ الام مع الال، اتحاد ايش؟ الان مع الال، نفس الجواب. اوكي طيب، هون ام ان اتحاد ال، بصير نوزعها، هاي العمليه لا يجوز توزيعها. طب واحد بيقول لي كيف بدي اثبت انها غلط؟ كاونتر اكزامبل، اخذناها بالوحده الاولى. اوكي الايدنتيتيز، هسه الفاي از ايدنتيتي فور يونيون، هسه فاي اتحاد اي لانجوج، يساوي ايش؟ يساوي لانجوج اتحاد الفاي، وتساوي ايش اللانجوج؟ الفاي هي المجموعه الخاليه، فاذا ما ضبطش ولا شيء على اي لانجوج حتضلها اللانجوج زي ما هي، هذا بسميه الايدنتيتي لليونيون. اوكي طب هسه ال ايش؟ الابسلون، الابسلون عباره عن الايدنتيتي للكونكاتينيشن. الابسلون اذا اضفتها ايش؟ على يسار او يمين لغه، على كل الكلمات. اوكي؟ من اليسار او من اليمين. تبقى الكلمات كما هي، الابسلون لما نسوي الكونكاتينيت على اي كلمه بضلها زي ما هي. ابسلون مع ابسلون، ابسلون، ثلاثة ابسلون مع بعض، ابسلون. ابسلون مع اي كلمه، ابسلون، سواء من اليسار او من اليمين او ايش في وسطها. هسا الاذر ايش؟ رولز فور clean closure. ال closure الكل ايش؟ closure، star closure او clean closure، تطلع ال closure. هاي القوانين بدك تحفظها، حنستخدمها بشكل فعال ان شاء الله وين؟ في الوحدة ايش؟ الخامسة والسادسة، وفي ايش؟ المادة، ما تبقى من المادة. هسا ال plus بكافئ ايش؟ ال ايش؟ clean closure او ال star. اوكي او ال star ال، كل واحد. هسا ال ال ستار بتكافئ لي ال ال بلس اتحاد ايش؟ ابسلون. هي ال ال بلس شو بكون ناقصها؟ زي ما انتم عارفين الابسلون. هسا الفاي ستار ايش بتكافئ هاي؟ بتكافئ ايش؟ قايل لك هون بتكافئ ابسلون. هذا ايش؟ هذا خطا. هذا الرول ايش؟ هذا هذا خطا. يعني اذا ام تي ست اول على اخر بده يطلع فيها ايش؟ ابسلون. انا جربتها هاي ما طلعت صح، ودورت عليها بالنت ما طلعت صح. تمام؟ هسا إبسلون كلوجر إيش بتكافئ؟ الإبسلون مهما كررتها صفر أو أكثر من مرة الجواب إيش حيكون؟ حيكون الجواب إبسلون. هاي القواعد واحد اثنين ثلاثة، الرابعة هاي بدك تحفظها، حنستخدمهم لقدام أو فهمهم، شرحتهم فيما سبق زي ما أنتم كلكم عارفين. تمام؟ خلينا نشوف الإثباتات هاي. The language L A N B N N is greater or equal to zero is not regular. There is no DFA or NFA that accept L. Okay. هاي اللانجوج أخذناها بالوحدة الأولى. A and B and N أكبر أو يساوي صفر. جربنا نرسم إلها DFA، طبقناها على اللوح. Okay. جربنا نرسم إلها DFA، شفنا إنه إيش؟ ما بنقدر نرسم إلها DFA. Okay. أنا بتذكر حتى مش بالوحدة الأولى، بالوحدة الثانية ركزنا عليها. جربنا نرسم إلها DFA، ما قدرنا نرسم إيش؟ DFA. A and إيش؟ B and. صعب نرسم لها دي اف اي، وبرضه ما لهاش ان اف اي، لان الحلالات بتضلها كونتينوس. كيف بدك تعبر انه عدد الاي دائما لازم يكون ايش؟ نفس عدد البي. طلعوا هنا اي ان بي ان، يعني عدد الاي
نفس عدد البيز. كيف إذا عندي 4 A بدي أتذكر أني عندي كمان لازم يجي بعديها 4 B؟ شو الآلية البرمجية اللي بدي أعتمد عليها؟ هاي المشكلة حتكون موضوعنا ضمن الشابتر السابع، ضمن الشابتر السابع، الوحدة السابعة. حنفرد لها إيش؟ وحدة كاملة نناقشها ونناقش كيف الحلول تاعتها إن شاء الله. يعني إذا ما تعمقنا فيها هسا مش معناها إنها مش مهمة. هذا هاي الوحدة كلها اللي حكيت عنها اللي موجود فيها مهم إلي. ما تحاول تخرج من الوحدة هاي، افهم اللي موجود ايش فيها لحد ما اوصل لسلايد 16. هذا المطلوب منك افهمه، لانه اذا ما فهمتوش حتتغلب في المادة ايش لقدام، مش حتفهم امور كثير. طلعوا هنا، اذا الواحد عبارة عن regular language والاثنين مش regular language، بقول لك اللانجوج اللي ناتج عن تقاعد طرحهم مش بالضروري it's not necessarily regular. طيب كيف بدي اثبتها؟ طلع كيف اعطيتك الكاونتر اكزامبل. بقول لك ال واحد بتساوي A star B star regular. A star B star معناها انه عدد ال A ما بكافئ عدد ال B. يعني مش شرط اذا ولدت 4 A اولد ايش؟ 4 B 5 A 5 B. بامكان يكون عندي اي عدد من ال A او اي عدد من ال B مش متساوية. هون شو كانت المشكلة عندي بهاي؟ انه اذا عندي عدد معين من ال A لازم يكون في ايش؟ نفس العدد من ايش؟ من ال B. اوكي؟ هسا اخذت الاثنين، الاثنين ايش مالها؟ اي ان بي ان اللي هي ان اكبر او يساوي زيرو. هاي اللانجوج اللي حكيناها ايش؟ نوت ريجولار. هاي ريجولار وهاي نوت ريجولار. اذا حاولنا نوجد التقاطع بين هاي وهاي، لاحظوا هون الستار والستار هاي الكلين كلوجر، هاي الكلين ستار هاي، معناها انه عدد الاي والبيز ايش؟ ايش قد ما بدي، ومش شرط يكونوا يساووا بعض. هون الاي ان والبي ان ايش مالهم؟ هون لازم يساوي بعض واكبر او يساوي صفر، يعني من صفر وطالع. تمام؟ هسا الواحد تقاطع الاثنين بيطلع الجواب عندي الاثنين. هاي انا قلت لك ايش شرط الاي والبي مش شرط يكونوا ايش متساويات. لو قطعناها مع هاي بتطلع جوابها ايش الاثنين، انه عدد الاي والبي ايش متساويات. هاي عباره الاثنين سبست من مين؟ من الواحد. الاثنين اللانجوج الاثنين سبست من اللانجوج الواحد. فلما نحكي الواحد تقاطع الاثنين بيطلع الجواب عندي اثنين، والاثنين بعرف انها ايش؟ نتيجة الجدار. هي اثبت انه القاعدة ايش؟ انها ايش؟ مش صحيحة. اوكي؟ لما اقول لك نت نصر لي، كان بامكاني احكي ال ال تساوي ال بتساوي ال واحد تقاطع الاثنين از ريجولار لانجوج. باجي ايش؟ ها؟ بعطي الاثبات هذا كاونتر اكزامبل، خلص دمرت القاعدة. اذا بالتالي از نت نصر لي ريجولار لانه في امثلة بتزبط. طيب ذا لانجوج A and B M، لاحظوا نفس المثال هذا A and B إيش N. فشو اللي فرق عندي؟ إنه هون N و M، ال N وال M أكبر أو يساوي صفر، لكن ال N لا تساوي ال M. هون جاي لك إيش؟ ها نشرط عليك إنه ال N وال M أكبر من أو تساوي صفر، لكنهم ما بيساوي بعض. ما بدي عدد إيش يساوي عدد إيش البيز. ماشي؟ طيب هاي اللانجوج is not regular. كيف بدنا نثبت إنها not regular؟ من هسه وطالع بحكي لكم الاثبات هذا اللي الاثباتات انه اي لغه نت ريجولار. هاي شغله حنثبتها بالبامبنج ليما. البامبنج ليما اولها لما تيجي تقراها صعبه، فيها خطوات، نتدرب عليها مثال مثالين ثلاثه اربعه ان شاء الله ايش بنستوعبها باذن الله. بس بدك تتعب معي، بدك ايش تتعب معي لما ناخذها. هذا الاثبات فهمته اهلا وسهلا، ما فهمتوش اتعب عليه بتفهمه. هسه ال از ريجولار اف ان اونلي ايش؟ هاي اللانجوج متى بتكون ريجولار؟ اذا الكومبلمنت تاعها تقاطع اي ستار بي ستار از ريجولار. شو الاي ستار بي ستار؟ هاي لانجوج بعرف انها كومبلمنت، بعرف انها ايش؟ ريجولار. وين حكيت عنها هاي؟ هون حكيت عنها ريجولار. جيت قلت لك هسه انا بعرف اذا اخذت هاي اللي هون وطلعت الكومبلمنت تاعها وقاطعته مع ايش؟ مع المجموعه الكليه تاعتها، بيطلع عندي ايش؟ ريجولار. اوكي، اذا باجي بقول لك ال ريجولار اذا الكومبلمنتها تقاطع المجموعه الام ريجولار. اوكي، لكن طلعوا لو قاطعناها هاي مع هاي، ها هسه ال ايش كومبلمنت؟ هاي الكومبلمنت ايش تاعها؟ ال ان ام. انا قايل لك ان لا تساوي ام، اذا الكومبلمنت تاعها اي ان بي ان، او خلينا نحكي اي اكس بي اكس، بحيث انه ايش؟ الاكس اكبر او يساوي صفر. يعني معناها ايش هون؟ كتب لك اياه برموز مختلفه اي ان بي ان، بحيث انه الان اكبر او تساوي صفر. اوكي، هذا ايش؟ هذا جواب الكومبلمنت تقاطع اي ستار بي ستار ايش؟ تقاطع اي ستار بي ستار يساوي ايش؟ اي ان بي ان.
يعني هون ال كومبلمنت هي ان بي ان، فلما قاطعناها مع اي ستار بي ستار طلعت نفسها اي ان بي ان. اوكي، وهذا بعرف انه ايش مش ايش مش ريجولار. من وين عرفنا انه مش ريجولار؟ اوكي، ما برتسم له ان اف اي او دي اف اي، تمام ولا؟ طيب واحد بيقول لي انت حكيت لي ما برتسم له ان اف اي او دي اف اي، كيف تثبتها؟ باستخدام البامبنج ديما. اذا سلايد 14 وسلايد 15 فهمهم، حاول افهمهم اتبعهم، بس حنفهمهم على المظبوط لما ناخذ البامبنج ديما. سلايد 16 معطيني امثله على لانجويجز مش ريجولار. ايش اللانجويجز اللي مش ريجولار يا شباب؟ لانجويجز ما بقدر ارسم لها دي اف اي او ان اف اي، ما بقدر اسوي لها ريجولار اكسبريشن. اوكي، لحد هون بالشابتر لحد سلايد 16 بوقف. انا مطلوب مني اعرف ايش، شو تعريف النون ريجولار لانجويج، شو البروبرتيز، ايش لا ريجولار لانجويج، اثباتاتها اللي موجوده مطلوبه منا، الاثباتات الموجوده تعلق البروبرتيز اوف ريجولار لانجويجز مطلوبه منك، افهمها عشان تعرف القوانين الموجوده فيها كاثباتات. هي برجع اقول لك اياها، حاول افهمها. ماني لانجويجز ار نوت ريجولار، هسه بدي يعطيني امثله على لانجويجز مش ريجولار. متى هاي بتعامل معها؟ لقدام. اذا ما تعاملت معها لقدام واخذت الماده، تعالوا رجعوا ان شاء الله اذا ربنا قدرنا ان نكمل الماده، ها حناخذ الامور هاي كلها بالتفصيل وحنفهمها بالتفصيل. هسه هذا كله مقدم لشغلات بدنا ناخذها. اوكي، اي ان بي ان، ان اكبر او يساوي صفر، هاي ايش؟ هاي مش ريجولار لانجويج. دبليو دبليو ار، بحيث ان دبليو بتنتمي لايش؟ للدبليو، لسيجما ستار. ايش الدبليو؟ الكلمه، ودبليو ار عكس الكلمه. يعني لو كان عندي اي بي شو بيجي عندي هون؟ ها بي اي عكسها. هاي برضو ايش؟ مش ريجولار. اي قوه ان، والان قوه اثنين، هاي برضو مش ريجولار. اي قوه بي، وبي عباره عن عدد اولي، برضو مش ريجولار. السيت اوف ويل فورم بارنتيسيز، اللانجوج اللي بتعبر لي عن ايش؟ البارنتيسيز اللي كل بارنتيسيز له ايش؟ فتحه وله تسكيره، هاي برضو ايش؟ مش ريجولار. ما بنقدر مثلها باستخدام بي اف اي. كيف بدنا نضمن انه مثلا اذا عندي ايش؟ ان من ايش؟ من ليفت بارنتيسيز بده يجي معها ان من رايت بارنتيسيز. اذا بدك تضمن انه نفس العدد من ليفت بارنتيسيز يجيك يجي بعديه نفس العدد مرات بارنتيسيز، انت وقعت نفس المشكله اي ان بي ان. السيت اوف ايش؟ بالندرومز. شو البالندرومز؟ الكلمه اللي بتنقرا ايش؟ من اليسار لليمين نفس اليمين لليسار، طلعوا زي كلمه ايش؟ مدام. اذا قريتها من اليسار لليمين مدام، من اليمين لليسار برضه مدام. هون ليفل ال اي في اي ال، ليفل من اليمين لليسار ليفل برضه. هون سيفيك، سيفيك. هون واحد واحد صفر واحد واحد، واحد واحد صفر واحد واحد، صفر واحد واحد صفر، صفر واحد واحد صفر. يعني بتقدر تعطي امثله كثير على ايش؟ على البلندروم. البلندروم الكلمه اللي قريتها من اليسار لليمين نفسها من اليمين لايش؟ لليسار. هاي امثله على اللانجوجز حناخذها لقدام، بتسبب لنا مشاكل ما بنقدر نرسمها لا دي اف اي ولا اف اي. حنصير نشتغل على تقنيات متطوره زي البوش داون اوتوماتا عساس نقدر ايش نشتغل عليها. اوكي، حندخل طبعا مفاهيم داتا ستراكشر زي الكيو زي الستاك في شغلنا فيما بعد. الهدف من الوحده هاي، انا طولت عليكم بالحكي، الوحده هاي كلها حكي انا عارف، لحد السلايد 16 مطلوب منك تاخذ المفاهيم تتبع لي الاثباتات وتعرف قوانينها. اذا طلبت منك اثبات من هالاثباتات لازم تعرفه. اوكي، وهذا هو المطلوب منك، تمام؟ اتذكر اذا بدك تعرف شو مطلوب منك، مطلوب منك التعريفات، ايش هو ريجولار، ايش هو النون ريجولار. اوكي، شو هي البروبرتيز كلوجر، شو اثباتاتها. اوكي، شو ايش الاثباتات اللي اشتغلت عليها اخر شيء للنون ريجولار، كيف بدي افهمها وافهم قوانينها، والله كثر خيرك. شكرا لكم ويعطيكم العافيه، وان شاء الله ما اكون طولت عليكم. نلتقي ان شاء الله بالوحده ايش الخامسه، فيها حل وكتابه، وان شاء الله حتكون ايش فاتحة ومقدمة إيش للمفاهيم اللي أخذناها في الوحدة الرابعة. يعطيكم العافية وشكرا لكم.